السلام عليكم يا جماعة. النهاردة عايز اقول لكم نصيحة مهمة جدا 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 للي عنده حمام في لحظة الفأس. معروف ان انثى الحمام بتوضع بيضتين في المرة الواحدة ما بين الاولى والتانية حوالي 44 ساعة، والبيضة الاولى بتفقس بعد 18 يوم، اما البيضة التانية فبتفقس بعد 17 يوم بس. فزي ما انتم شايفين الحمامة اللي بره البيضة دي هي الحمامة التانية، اما الحمامة اللي لسه بتفقس في البيضة فهي الحمامة الاولى. النصيحة المهمة جدا 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 انك لازم تتابع البيض لحظة الفأس، لان في بعض الحمام بيبقى محشور في البيضة ومش عارف يخرج، فانت هتبدأ تساعده بايديك وتقشر القشر بتاعه لحد ما يخرج زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. وبعدها ما تقلقش خالص، هيبدأ الحمام الكبير الابوين في تنظيف العش من القشر اللي فيه، وهيبدأ يراعوا اولادكم. ياريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.